والله الحمد لله الأجواء عادية طبيعية، يعني نظن باللي الكل هضم يعني الهزيمة وطوى الصفحة، ما نساوهاش الهزيمة لكن نعمل عليها نواجهها. نظن باللي البارحة الكل كان حاضر في الحصة التدريبية، الناخب الوطني كان له كلام مطول مع اللاعبين ونعود أعطاهم يعني من جهة يعني يتكلموا على ممكن الأمور اللي ما مشاتش باش يصلحوها، وخطاب تحفيزي للمقابلة القادمة إن شاء الله اللي سنرمي فيها كل القوى نتاعنا إن شاء الله باش نبحث على النتيجة الإيجابية والتأهل إلى الدور القادم. المجموعة هناك تفاؤل كبير بتجاوز كوت ديفوار؟ أكيد، يعني الكل واعي بأولا روح المسؤولية، وكل واعي باللي التأهل يمر عن طريق نتيجة إيجابية وهي الفوز أمام فريق كوت ديفوار. فريق كوت ديفوار نكون له كل الاحترام، نعرف بلي فريق قوي عنده لاعبين كبار، ولكن تبقى مقابلة كرة القدم، وإن شاء الله يعني اللاعبين ينتفضوا في هذه المقابلة ويحقوا الأهم والمهم. نعم، الاتحاد الجزائري يعني نظرا لسوء الأرضية ولأهمية المقابلة ومستوى الفريقين وإعطاء صورة جميلة وحسنة لهذه المنافسة، كان هناك طلب باش المقابلة تكون في أرضية أحسن. لحد الآن القرار يعني ما كانش، تبقى دائما المقابلة في جابوما في انتظار يعني ممكن تغيير.